يلا توكلنا على الله. المظهر الكويس في الشغلانه بتاعتنا دي اساسي، وخاصة لما يكون عندنا شغل خارجي. كل ما يكون مظهرك كويس كل ما الناس ما هتحترمك. مظهرك تمام اي حد هيتكلم معاك هيقول لك يا استاذ، حتى لو ما بتعرفش تفك الخط. مظهرك مش ولا بد. اي حد هيتكلم معاك هيقول لك يا اسطى، حتى لو معاك اعلى الشهادات. طب انا كده تمام؟ ماشي الحال. وان شاء الله هبقى احسن من كده برضه. الشغل الخارجي بتاعنا مهم قوي. احنا بنصور افراح كبيره وافراح على قد الحال، وانا خصوصا ما بحبش اقول لرزقي لا. وفي احيان كتير الرزق بتاع الفرح اللي على قد بيبقى اكتر من الفرح الكبير المفشوخ على الاخر. الناس اللي على قد حالهم بتبقى ايديهم فرطه. احنا عندنا كمان اعياد ميلاد والسبوع، وبنصور مؤتمرات في وزارات وفنادق كبيره، ولما ربنا يحب يكرمنا بشغلانه حلوه بناخد مقاولة الفوتوغرافيا بتاعت فيلم من الأفلام. أفلام السيما؟ أيوه. عشان كده بحب أعمل لنفسي ولأي حد بشتغل معاه قيمة على قد ما أقدر، من غير ألاطة ولا نفخة كدابة، الاحترام وبس. لازم ناكل لقمة في أي حتة قبل ما نروح الفرح. ناكل؟ أيوه ناكل، ما أحبش أروح الفرح وأنا جعان. ايه ده عم اسناوي؟ ايه فرح؟ ده فرح؟ ايوه فرح. بقول لك ايه؟ تصرفاتك تكون مظبوطه على الاخر. الفرح ده ملغم. يعني ايه ملغم؟ رئيس الوزراء جاي والوزراء كلهم والفنانين واكابر البلد ورجال الاعمال، اسياد البلد كلهم هتشوفهم الليله. ومين ده كمان؟ الدكتور عزة الزغلول. ايه؟ الدكتور عزة الزغلول. مين عزة زغلول ده؟ راجل مهم. اسكت الوقت اسكت. بتعمل ايه هنا يا ابني؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اكل عيش بقى يا كابتن. اول مره اشوف فرح بوزراء.
وانت لسه شفت حاجه يا ابني؟ ثم يعني الفرح اللي كنا فيه ده فرح عادي وفي زيه كتير. الوزراء برضو؟ ايوه والوزراء. ما الوزراء بقى موضه في الافراح الايام دي. وزي اصحاب الفرح ما بيتباهوا بالرقاصه والبند والمطرب، بقوا بيتباهوا بعدد الوزراء اللي بيحضروا افراحهم. عقبال فرحك كده. ها فرح انا في وزراء؟ ده انا كبيري اعزم ظابط المرافق. بس قول لي يا عم اسناوي، الوزير اللي حضرتك شاورت لي عليه ده وقلت لي عزت زغلول، اشمعنى هو؟ اشمعنى هو يعني ايه؟ اشمعنى هو كان نافخ نفسه كده وكل الناس لازم تسلم عليه؟ اصله شغال مع الراجل الكبير. الراجل الكبير قوي قوي؟ ايوه. بيشتغل ايه؟ ما اعرفش شغال ايه بالظبط، لكن كل اللي اعرفه حسب السمع كده انه انه ودنه في بقه. طب نزلني هنا بقى يا عم اسناوي والنبي، لحسن انا شفت كتير قوي النهارده. بعد اذنك يا ريس. طيب مع السلامه. الله يسلمك. ده انت الفرح دوت لاحس دماغك. شوف عطوفه، لا اللي عايز بلاد بره بيرتاح في بلاد جوه، ولا اللي عايز بلاد جوه بيرتاح في بلاد بره. اعمل زي واختار لك بلد وارضى بيها. وانت راضي عن نفسك وبلدك؟ مية مية، فضل وعدل. طب وانت ايه اللي مخليك راضي؟ عمرك شفت بني ادم زيي وزيك خلقه ربنا وهو بينزح بكابورت؟ طب عمرك رحت مقلب زباله وشفت الناس هناك وهي عايشه مع الخنازير؟ مفيش حاجه في الدنيا يا عاطف تخلي البني ادمين دول يستحملوا اللي هم فيه الا الرضا. واقول لك على حاجه كمان، لولا الرضا كانوا ولعوا في نفسيهم وولعوا في اي حد يشوفوه قدام عينيهم. يا عم عاطف احنا بنمد ايدنا للزبون، لو حط فيها اللي فيه القسمه بندعي له، ولو رجعها فاضيه بنتف عليه وبنقول اسفخس عليك سافل ورمه، بس في سرنا طبعا. وبعدين احنا لما بنتحبس بنغيب قد ايه عن الشغل؟ كبيره 48 ساعه لحد ما بنسمع افراج من النيابه. افراج؟ يعني مفيش تهمه؟ لا في طبعا تهمه وكل حاجه، بس هم بيزهقوا مننا. اصل هيحبسونا فين ويوكلونا منين؟ فبيخلصوا مننا بالافراج. يا عاطف الدنيا مش زي ما انت فاهم، بيضه مقشره. طب طالما كده احوالك مش مستقره ليه؟ ما هو ده بصراحة اللي أنا جاي لك عشانه يا صاحبي. خير؟ بصراحة الرئيسة من ساعة ما تعبت وعرفت إن عندها القلب وهي أحوالها ما بقتش مظبوطة، زاد وغطى البت اللي هربت ومحدش عارف لها طريق جرة. طب ما تهرب، يعني هربت من الجنة؟ لا يا عاطف ما ينفعش. الرئيسة كانت بتحبها قوي وكانت معتبرها بنتها اللي ما خلفتهاش. البركة فيك أنت، بقيت ابنها. أنا مش ابنها. أنا هبقى جوزها. إيه؟ شش إيه؟ في إيه يا عم الحاج؟ الله شش. مخرب بيت أهلك يا رجب. الولاية على حسب ما شفتها ما تنفعش للجواز. إيه فرخ لا يمكن. ما أنا عارف إنه لا يمكن، وهي عارفة إن أنا عارف إنه لا يمكن. طب يبقى لازمتها إيه الجواز؟ عايزاني أورثها. وعندها إيه تورثه؟ أهو ده بقى اللي أنا لسه معرفتوش. وجاي لك بقى يا صاحبي عشان تقول لي أعمل إيه. تعمل إيه في إيه؟ طالما الموضوع كده يبقى توكل على الله ومش هتخسر. الولية ممكن يبقى عندها تحويشة عمر حلوة، لو كانت من حظك ونصيبك هترفعك لفوق. مش عارف، أنا خايف لكون الجوازة دي وراها حاجة تانية. حاجة تانية زي إيه يعني؟ آخرها هتطلب منك تنام معاها. اضرب لها من وعين من البتاع اللي أنت بتشربه ده على سجارتين حلوين وأكبر بخاطرها. المواضيع دي خلاص، انتهى أمرها، مفيش الكلام ده. يبقى نيتها صافية. وبعدين زي ما في جواز في طلاق. انا اعرف كتير زيك على فكره، اللي اتجوز كركوبه واللي اتجوز نعجه زي نعجتك. هو في حد يقول النعمه لا يا رجب؟ يعني انت شايف كده؟ شفت؟ اهو الاذان قال كلمته.